شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم طيبين. المهم اليوم انا جايه خصوصا بتكلم وياكم عن العطر الجديد اللي منزلينه في عطورات الحرمين بمناسبه مرور 50 سنه على المحل. العطر يعني الغرشه، يعني ما اعرف شلون اشرح لكم، لكن الغرشه يمكن تكلف اكثر من العطر نفسه وريحته مر. يعني هاي اللي اقدر اقول لكم اياه، ان هاي راح يكون عطر الشتا بالنسبة لي، لأن ريحته ودي على فانيلا على سبايس على باتشولي، كل الروائح اللي تحتاجونها حق عطرتكم للشتا موجودة في عطر واحد وموجود في عطرات الحرمين. شوفوا أنا فيني طبع، أنا لين أحب عطر بالذات في الشتا أحب أنوع من كذا عطر، أحط مو بعطر واحد، لكن ويا هالعطر مو بلازم أنوع، مو بلازم أخلي عطر أكثر من عطر وأدور وأشوفه، كله موجود في عطر واحد. اخ ريحته، ريحه الشتا، ريحه الفخامه، ريحه شلون اشرح لكم، مو قادره اوصف لكم العطر من زود ما هو حلو. وشي مميز بعد في عطورات الحرمين ان كل سيزن ينزلون عطر جديد regarding to the season that we are in. في الصيف نزلوا عطر، في الشتا حينزلوا هاي العطر الفظيع، وكل سيزن يعني ينوعون، يحبون يغيرون، وغير عن هاي يرتبون الباكجينج، والباكجينج يكون يعني on point. مساعة رشيت العطر على يدي وشميت هاي المكونات اللي قلت لكم عنها الحين، لكن الحين وانا ارشه على ثيابي شميت بعد روز ومسك. يعني هو هالعطر كل المكونات اللي تحتاجون في اي عطر موجود في هاي العطر، صج صج صج، يعني لين بحط هاي العطر مو بلازم اخلطه ويا ولا شيء. Congratulations عطرات الحرمين على مرور 50 سنة على your excellency and perfumes. I'm so proud of you guys and you guys know I'm a fan of your perfumes before even I work with you guys. برافو 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 عليكم على هالعطر الجبار. This is gonna be my new winter perfume. Thank you. واللي يبي يشتري العطر يقدر يدش على الويب سايت يشتري العطر، او يقدر يزور اي فرع من فروع عطرات الحرمين اللي موجودة في البحرين او في الخليج. وشكرا.